تنضم لنا الآن هيا. أهلا وسهلا هيا. أهلا فيك. الأسبوع الماضي بلشنا رحلتنا معك من الفلبين. صحيح. كيف شايف الشيء اللي راح نشوفه الآن؟ الأسبوع الماضي كنا بالعاصمة مانيلا. نعم. واليوم رايحين على جزيرة بوراكاي. بوراكاي. صحيح. هالجزيرة أغلقوها لمدة 6 أشهر وهلأ ليش افتتحوها من بعد؟ ما حأحرق الموضوع. ما أحرق الموضوع. خلينا نشوف التقرير لتشوفوا كيف. يا. تقع جزيرة بوراكاي غرب الفلبين وتستغرق ساعة فقط بالطيارة من العاصمة مانيلا، وهي من أشهر وأجمل جزر الفلبين يلي بتتميز شواطئها بالرمال البيضاء والمياه العذبة. اخترت فندق شانغريلا لمكان إقامتنا. معروفة بوراكاي باسم جزيرة المليار دولار، أغلقت لمدة 6 أشهر في شهر أبريل من السنة الماضية. هالقرار صدم كتير ناس، لكن الهدف منه كان تنظيف وإعادة تأهيل الجزيرة قبل ما تتحول لبالوعة بسبب التلوث. فأنت كسائح مش بس تستمتع بالمناظر الرائعة والنشاطات، أنت قادر تساهم في إعادة تأهيل الجزيرة والحفاظ عليها. معقول هالمناظر شو حلوة؟ اليوم حنبدأ نهارنا بالتعرف أكثر على الحياة المائية بهالمكان وكيف فينا نساهم بحمايتها حتى وإحنا في إجازة. ومن النشاطات اللي ممكن تعملوها بناء بيوت للأسماك والمرجان. First, we will actually collect all those coral rocks from the beach. Okay. And then actually it's a very nice substrate. So if you can see there are nooks around here which the corals is attracted to. Okay. Other ways would be if we will collect some coral fragments that are detached from the monsoon season or the like typhoons. Okay. We can actually collect them and then put it here so that we can replant it again. So please put on your gloves. So actually the base is the most important part of this fish house. Okay. So we'll choose the heaviest and bigger rocks. Okay. And then we'll have to create like a donut shape. I see. So it has to be like hollow in the inside so the fishes can go in. Okay. So this is the perfect rock for you. Okay. Then we will use cement. Okay. To use it as a glue so you can fill in the gap so it bonds together. There's already a lot of fish house that has corals on it. Can we see them later? Oh, sure, sure. Okay, so I think we're done with the base. Now we will choose rounded shape rocks and then we put it in between of two rocks. I see. To create another level. Can I put this here? Yes. This is fun. How do the houses help the fish increase? It's actually their nursery, so sometimes the fish lay their eggs on this. Okay. And even the little fishes, they use this as their home to prevent themselves from predators and other, yes. Yeah, because smaller fish, predators can't reach them inside these houses, I think. We'll choose a name for it. Maybe we'll name it the name of our show, Sabah Al Khair Ya Arab. Sure. Okay. Well done. Thank you so much. Thank Amazing. وهلا صار وقت نشوف كيف بيوت السمك بصيروا جزء من الحياة المائية. وبس تروحوا فتشوا على بيت صباح الخير يا عرب وخذوا لنا صورة. ومن بعد قررنا ناخذ استراحة قصيرة ونزور التشي سبا. سامعين بالهيلوت مساج؟ هو مساج فلبيني تقليدي بيستخدموا نقاط ضغط معينة وورق الموز ليعالجوا ألام الجسم.
ماغاندا وماغا أو صباح الخير بالفلبيني. من أحلى الأشياء بهالفندق إنه فيكن تسمعوا صوت أمواج البحر من كل الغرف، وبتعرفوا إنه هالشي بيستخدموه بالساوند هيلينج، العلاج بالأصوات. بس أول وجهة إلنا اليوم حتكون الداون تاون لجزيرة بوراكاي. بداون تاون بوراكاي وبوسط السوق بتحسوا قديه في وعي بأهمية المحافظة على الجزيرة والمنتجات المحلية صديقة للبيئة. داون تاون يعني شوبينج ومنتجات محلية، وأنا كتير مبسوطة هلا لأني لقيت محل معظم الأشياء اللي ببيعها وهالحقيبة مصنوعة من مواد تم إعادة تدويرها، يعني هالشنطة معمولة من علب عصير، حتى في شنط مصنوعة من الباراشوت، باراشوت بيخرب وبيصنعوا منها هيدول. وايت بيتش شط بحر عام لازم تقصدوه بس تيجوا على بوراكاي، يعني إذا بتعملوا بحث حيطلع لكم من أهم المناطق اللي لازم تيجوا عليها. الشاطئ الأبيض معروف برماله البيضة الناعمة، وحتى مية البحر لونها أزرق لامع، وهون أكيد من جمال الطبيعة والألوان ما في داعي لأي إنستغرام فلتر. والمحافظة على جمال هالطبيعة لزمت جهود كتير كبيرة بتفاجئ كل شخص بزور بوراكاي. هاي الجزيرة اللي خلت المحافظة على البيئة أولوية أهم حتى من السياحة، من خلال القوانين اللي بتمنع تلويث جمالها. من بوراكاي بتطلعوا بدرس كتير مهم، الطبيعة نعمة، ولحتى نستمتع فيها لازم مش بس نقدرها، لكن نمتنع من أي تصرف ممكن يشوه جمالها. يا سلام يا سلام، والله ما شاء الله رحلة جميلة صراحة، والمكان فعلا يخليك تفلتر كل شيء نفسيا و صحيح. ولفت انتباهي مسألة الريسايكل عندهم او اعادة التدوير. أيوة صحيح، يعني حازمين بهذا الموضوع، يعني حازمين لدرجة انه هذا مفروض يكون درس لكل حدا، انه هن قدروا يسكروا الجزيرة ويرجعوا ينقذوا الحياة المائية، يساعدوا المحل، بس في مرات ممكن نوصل لدرجة إنه ما بنقدر نسترجع. فيعني ما في أي شيء بلاستيك. كنت عم خبركم هلا وإحنا عم نحضر إنه حتى لما تروحوا تشتروا شيء ما بيطبعوا لكم في محلات الفاتورة، لأنه عم بإنه الورق بنكب بالآخر فبيبعتوا لكم إياه إيميل. فيعني حريصين على هالأشياء، وهذا مفروض يكون لنا درس إنه يعني إنه لبلدنا ولمناطقنا إنه ما نوصل لهالدرجة. في هذه الجزيرة حسب البجت، حسب البجت خلص مصروفك رجع. أيوة هيا كانت تقول إنه يعني الأسعار مناسبة هنا، كتير مناسبة الأسعار بالفلبين، يعني ممكن الطيارة طويلة 8 ساعات ونص، بس الأسعار من الفنادق لل ومن العاصمة لهذه الجزيرة ساعة بالطيارة. نعم الفلبين معروف إنهم ما شاء الله الشعب يعني متعلم، مسألة اللغة الإنجليزية هذه هذه كل مكان، كل حدا بتكلم الإنجليزي، وهالشي بسهل فعلا، يعني من البلاد الآسيوية، من أول البلاد الآسيوية رحنا عليها إنه كل حدا بحكي إنجليزي.